وعن تزايد ظاهرة المخدرات في العراق واعتراف وزارة الداخلية بالقبض على 11 ألف متهم بتعاطي والتجار في المخدرات خلال عام، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي السيد أحمد الجميلي. سيد أحمد، بداية السلام عليكم. بحسب وزارة الداخلية الحالية 11 ألف متهم بتعاطي وتجارة المخدرات منذ بداية العام، هذا الرقم ماذا يعني؟ نعم، في الحقيقة يعني هذا الرقم وربما هنالك رقم أكبر يعني أن العراق يرزح تحت كارثة تفشي المخدرات بصورة كبيرة. فبعد أن كان العراق يصنف في قوائم مكافحة المخدرات دوليا بأنه دولة خالية من المخدرات، أصبح العراق للأسف اليوم وفي بالأخص بعد عام 2003 عندما تم استباحة الحدود وسيطرت عليها جماعات وميليشيات وأحزاب، أصبح العراق مرتعا لتعاطي المخدرات وكذلك لتجارة المخدرات وصناعة المخدرات، كما شاهدنا قبل أيام عندما تم اكتشاف أول مصنع لصناعة الكبتاغون في محافظة المثنى. وبالتأكيد هنالك مزارع وهنالك مصانع الآن تعمل في العراق بحرية مطلقة، ذلك لأنها تابعة لميليشيات ولجماعات ولمافيات فساد وسلاح متنفذة قوتها على الأرض أكبر من قوة الدولة. اتهامات صريحة سيد أحمد للميليشيات بالتورط في الظاهرة، ما الدور الذي تلعبه الميليشيات بإدخال المخدرات للعراق لا سيما من إيران؟ أخي الكريم، الحدود الغربية للعراق وكذلك الحدود الشرقية للعراق باتجاه إيران هي تحت سيطرة ميليشيات، وهذا أمر معروف ومسلم به في العراق. هذه الميليشيات تمارس تجارة المخدرات عبر استيرادها من مصانع ومزارع موجودة في كل من لبنان وسوريا، ويتم إدخالها إلى العراق عن طريق شاحنات كبيرة تسلك طرقا ميسمية موجودة في صحراء الأنبار باتجاه سوريا. وهذا الأمر يعني ناقشته دول الجوار، وزراء دول الجوار، وزراء كل من السعودية وكذلك الأردن مع العراق، وكان على طاولة المباحثات من أن هنالك شحنات كبيرة من المخدرات ومن حبوب الكبتاغون تدخل من إيران ومن سوريا ومن لبنان إلى العراق، ومن ثم يتم تصديرها إلى دول الخليج عبر بضائع غذائية ومواد كهربائية وقطع غيار سيارات وغيرها. لذلك يعني هذه الميليشيات تتخذ من تجارة المخدرات مصدر دخل كبير لتمويل نشاطاتها وعملياتها العسكرية في العراق وفي سوريا. ومن المستفيد من دخول المخدرات عبر الحدود الإيرانية في وقت تسيطر هذه الميليشيات على أغلب منافذ العراق؟ هل هناك قوة إقليمية مستفيدة أو دولية؟ القوة الإقليمية المستفيدة بالتأكيد هي القوى التي يهمها أن يصبح العراق أو الشاب العراقي أو المجتمع العراقي مجتمع غارق في الشهوات وفي المخدرات، والشباب ضائع في تعاطي المخدرات، فقدوا حياتهم وفقدوا صحتهم وفقدوا مستقبلهم عن طريق تعاطي هذه المخدرات. قبل أيام كنا في مستشفى لمعالجة المدمنين في مدينة الصدر في بغداد، الطبيب أخبرنا من أنه يمتلك فقط 50 سرير لمعالجة مدمني المخدرات، ويؤكد من أن هنالك يومياً أكثر من 200 حالة لشباب متعاطين المخدرات. يقول لا نستطيع أن نقدم لهم الخدمات الطبية، ذلك لأنه ليس لدينا أسرة كافية لعلاج المرضى. لذلك الكارثة كبيرة، الكارثة كبيرة إذا ما لم تتخذ الحكومة الحالية خطوات جادة من أجل إنقاذ الشباب العراقيين من مصير المخدرات، هذا المصير المجهول الذي يدمر حياتهم.
في استطلاع للرأي شكك عراقيون في إمكانية السيطرة بشفافية على ظاهرة تفشي المخدرات وتهريبها من إيران. لماذا هذا التشكيك؟ لماذا يثق أو لا يثق العراقيون بأي إشارة أو أي كلام عن السيطرة على هذه أو تفشي المخدرات في العراق؟ أخي الكريم، اليوم عندما تمشي في الشارع بإمكانك أن تسأل أصغر مواطن عراقي، أصغر شاب عراقي، من أين تأتي المخدرات؟ يقول لك تأتي المخدرات من إيران ومن سوريا عن طريق ميليشيات وجماعات مسلحة تدخلها العراق من أجل بيعها والاستفادة من المبالغ الطائلة التي تدرها هذه التجارة الفاسدة. لحد الآن وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الملف بشكل مباشر لم تضع السبب الحقيقي ولم تفصح عن السبب الحقيقي لظاهرة تفشي المخدرات بشكل واسع في العراق. لم تشر بيانات وزارة الداخلية بشكل صريح إلى أن هنالك جماعات مسلحة تضرب بعرض الحائط سيادة العراق والأمن الوطني للعراق، وتقوم بإدخال هذه المخدرات إلى العراق من أجل المتاجرة بها. بيانات تجامل هذه الجهات السياسية وهذه الميليشيات، ذلك لأن نفسه وزير الداخلية مرشح من قبل هذه الميليشيات، فكيف ننتظر منه أن يشير ويتهم هذه الميليشيات بأنها هي السبب الرئيسي في إدخال هذه المخدرات؟ لأنه بالتالي سوف يفقد منصبه ويفقد حقيبته الوزارية. نعم. من بغداد الصحفي العراقي السيد أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.